المنهج كله اشتمل على إنه الحصة تكون عبارة عن أسلوب محاورة بين الطالب بين التلميذ والأستاذ، محاورة في أي شيء. ومن ناحية الخبرة التربوية أسلوب المحاورة والغلو في المحاورة، يكون الحصة كلها جدل بين المعلم والتلميذ، فيها مفاسد بتضر بالعملية التعليمية ذاتها. أولا بتفقد الأستاذ هيبته. اثنين بتفقد الأستاذ الكنترول على الحصة. ثلاثة بتتطلب معلم متمكن من المادة تمكن كامل، لأنه ما أي أستاذ بيقدر يستجيب لكل التفاعلات بتاعت الطلبة وكل الأسئلة. والواقع الآن بيشهد إنه مستوى المعلمين والمدرسين في المدارس وفي غيرها ما بيرقى لهذا المستوى. انت دار لك أستاذ يكون في المادة أقل شيء عنده ماجستير فما فوق، عشان يقدر يواجه السيل الجرار اللي بيجيو المفتوح من الأسئلة الداخلية والخارجية. وثلاثة بيأثر أو أربعة تأثير خطر جدا على وحدة المنهج. لما تخلي إنه ما في منهج موحد زي ما حنشوف بعد شوية في المنهج بتاعه ده، حيبقى كل أستاذ شغال بمزاجه، وكل أستاذ بيرسل الرسالة التعليمية اللي هي اللي هو دايرة، وفي النهاية ده ما منهج تعليمي. المنهج لابد يكون واضح المعالم ويرسل رسالة موحدة لكل البلد.